النهاردة في هذا المكان العريق وهو المسرح القومي جئنا جميعا نحتفل بالفنان الكبير الأستاذ أشرف أبو غفور، رمز من رموز الفن في مصر والعالم العربي، رمز من رموز النقابة، كان يعني عضو في النقابة ثم وكيل للنقابة ثم نقيبا للمهن التمثيلية، وأرسى قواعد وأرسى لوائح وأرسى قوانين احنا لغاية دلوقتي بنسير عليها وبنتعلم منه. أما أشرف غفور الإنسان فهو كان إنسان نادر، إنسان عظيم، إنسان خلوق، عمره ما زعل حد، عمره ما حد يشتكى منه، بالعكس كان صديق للجميع ومحب للجميع. كفنان فنان كبير جدا، وكان رمز من رموز الإذاعة المصرية، كان رمز من رموز التلفزيون والمسرح، وخاصة هذا المسرح القومي الأقرب إلى قلبه، رمز من رموز السينما. فإحنا النهاردة جايين كلنا نشارك في حفل التأبين ونقول له وحشتنا، وإن شاء الله أنت في الجنة، وإن شاء الله ما قدمته يا أستاذ أشرف سواء في الفن أو في النقابة سيظل علامة بارزة في تاريخك، وهنيئا لأسرته وابنتنا بنتنا الغالية ريهام أبو غفور، إنهم لهم أن يفخروا إنهم أبناء أشرف أبو غفور.